السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني وأحبابي في الله، عشان الوقت ما يروحش مننا زي كل مرة، ها كل واحد يطلع البطاقة بتاعته. أنا جايب البطاقة بتاعتي، فين بطايقكم؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه ده؟ إيه الإنجاز اللي إحنا فيه ده؟ ما شاء الله، يعني الناس فعلا، في ناس معاها مصاحفها وفي شباب بدأ يشتغل ويوزع مصاحف. يلا إخواني بسرعة كده نفتح إن شاء الله بإذن الله على سورة، إحنا فتحنا مرة فاتت على سورة إيه؟ الأنبياء. الله أكبر، ده إحنا معانا ناس مركزة يا رجالة، ده إحنا وصلنا يا جماعة. فتحنا على سورة الأنبياء، كنا واخدين قصص الأنبياء في سورة الأنبياء، مظبوط؟ النهاردة هنفتح على سورة الأنبياء برضه، بس خواتيم سورة الأنبياء. نكمل بقى، مادام خدنا انطباع معين عن صورة، نكمل بقى باقي الانطباع بتاع الصورة بإذن الله. هنفتح صفحة 330، سورة الأنبياء صفحة 330، خلاص يا إخواني في الله. آية رقم 93 بتقول إيه بقى؟ أيوة، ما شاء الله لك وتلا، كمان بتعرفوا تقروا في المصحف ده، انتوا واصلين ما شاء الله. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، كل إلينا راجعون. يبقى نفتح يا إخواني في الله صفحة 330، خواتيم الأنبياء، من أول قول الله سبحانه وتعالى وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، آية 93. نعيش الليلة بقى بإذن الله سبحانه وتعالى مع خواتيم سورة الأنبياء. احنا كنا وقفنا مع سورة الأنبياء الحقيقة، يعني مش بس المرة اللي فاتت أو يعني احنا بقالنا فترة يعني بندندن حوالين البطولات بتاعة الأنبياء في سورة الأنبياء. لو تفتكروا لما كلمتكم من مرتين على إن قصص الأنبياء في سورة الأنبياء، يعني كتير قوي صور ذكر قصص الأنبياء، ولكن لما سورة تسمى الأنبياء يبقى في هنا دلالة، يعني فيها تميز وتفرد في العلاقة بالأنبياء في هذه السورة. قلت لكم إن سورة قصص الأنبياء في سورة الأنبياء عاملة زي حفلة الأوائل في نهاية الكلية كده، الأول على مادة كذا فلان، والأول على مادة كذا فلان، والأول الأوائل على البشرية، صاحب الرقم القياسي في أعلى مستوى كلام عن الله في تاريخ البشرية، 950 سنة واحد بيتكلم عن ربنا ليل نهار، سيدنا نوح، أول من هاجر في ذات الله سيدنا إبراهيم، أول من وقف في وجه الفراعنة وملائهم وعصابتهم سيدنا موسى، أول من جمع بين النبوة والملك في بني إسرائيل سيدنا داود، أعظم صبر في تاريخ البشرية أيوب، مؤسس الحضارة الإنسانية إدريس، أو أكبر أو أعظم كرب في تاريخ البشرية وثبت على الثقة في الله فيه، فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن لن نضيق عليه، سيدنا يونس، أعظم حالة عقم في تاريخ البشرية وحسن ظن في الله، رب لا تذرني فرضا، زكريا، أعظم عفاف في تاريخ البشرية التي أحصنت فرجها، السيدة مريم. يعني قلنا الأوائل على البشرية يا إخواني في الله، وطبعا هم أوائل في حاجات تانية كتير، ولكن احنا يعني بس ده نبذة بسيطة على إن إخواني في الله قصص الأنبياء في سورة الأنبياء بتقولك ان الانبياء ما كانوش بس ابطال في الايمانيات وابطال في قيام الليل وابطال في الدعوة، لا، الانبياء عاشوا في واقع رهيب يا جماعة. الانبياء يعني بقالي فترة بحاول اتلمس ملامح الواقع اللي عاش فيه الانبياء. احنا بنقرأ مثلا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر، خلاص سيدنا ايوب راق، سيدنا ايوب مرض، سيدنا، طب سيدنا ايوب عاش امتى؟ عاش في بلد ايه؟ الناس حواليه كانوا ايه؟ سيدنا يونس راح لمين؟ سيدنا زكريا كان عايش فين وكان بيعمل ايه؟ سيدنا ابراهيم المحرقة اللي اتعملت دي كانت فين؟ لحد دلوقتي في بلد في العراق اسمها النمرود، بلد النمرود اللي فيها المكان اللي اقيمت فيه المحرقة لسيدنا ابراهيم.
لحد نفهم الواقع يا اخواني في الله، نفهم بطولة هؤلاء الانبياء. الانبياء جم في واقع اصعب مليون مرة من الواقع اللي مصر شهدته من 25 يناير ل 30/6 لما بعد هذه الاحداث. الانبياء شوفوا الوقت، تعرف تكلم حد عن ربنا؟ تعرف تكلم حد في الناس؟ الناس هتموت من شدة الكرب الاقتصادي والتقلبات الاجتماعية والهموم والابتلاءات وانتشار السرطان وانتشار الناس دي دايرة رهيبة، وصراعات سياسية وصراعات مالية، الناس في كروبات. الانبياء عاشوا في واقع مهول يا جماعة اشد من ده، ونزلوا بقمة البطولة واشتغلوا في الدعوة. في الواقع ما كانتش دعوتهم دعوة ضعيفة، كانوا عاملين زي الزلزال، لما بينزلوا في مكان بيزلزلوه، لما بيقفوا في وش باطل بيزلزلوه. ما تشغلوش بحاجة غير الدعوة الى الله وتربية المؤمنين المقبلين عليهم، وحفروا في تاريخ البشرية وغيروا تاريخ البشرية كله بسبب البطولات الدعوية اللي اقاموها. الانبياء اثروا في التاريخ، ولكن اللي بيكتبوا التاريخ لانهم علمانيين فهم لا يذكرون الشخصيات الدينية. يعني واحد زي ذو القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ايه ذكرى. ذو القرنين اللي ربنا قال لك خد الارض من شرقها لغربها ومن غربها لشرقها، ذو القرنين يا جماعة الاشهر ولا الاسكندر الاكبر؟ اسكندر المقدوني. اسكندر المقدوني كل الناس عارفينه، لو انت قدام طفل في الشارع قلت له الاسكندر يقول لك اه عارف الاسكندر، حتى لو مش عارف اي حاجه عنده بس سمع الاسم. رغم الاسكندر كان وثني، كان عبد اوثان. الاسكندر ده شخصيه، يعني شخصيه مش كان ملك وثني من ملوك الوثنيه. انما اهل الباطل سوقوا للنجوم بتوعهم، انما اهل الحق ما سوقوش للنجوم بتوعهم. عشان كده تلاقي القدوات بتاعتنا، القدوات المولى بتاعتنا ما حدش يعرف عنها حاجه. اثر هؤلاء الانبياء في تغيير مسار تاريخ البشريه حدش يعرف عنه حاجه. الناس عارفه الاسكندر، عارفه ملوك اليونان، عارفه الوثنيون بتوع روما، عارفه، انما لان اهل الباطل سوقوا لنجومهم. انما احنا ما اتكلمناش عن تاريخنا. عشان كده في الاخر ان هذه امتكم، اعرف يا ابني تاريخك، ان هذه امتكم. ربنا بيقول لك ان هذه امتكم، اعرف تاريخك، اعرف عظمة اجدادك. ما تنبهرش بالشخصيات الكرتونية اللي الغرب منبهر بيها وبيصدر لنا الانبهار بيها. انبهر بتاريخك، انبهر بالشخصيات. سيدنا ابراهيم طلع من البيت اللي نحت 69 صنم اللي ابراهيم حطمهم. سيدنا ابراهيم الاصنام اللي حطمها دي كان ابوه هو اللي عاملها. يعني كان خارج من بيت قضاء مقدس عند الوثنيين ووقف في وش الدنيا كلها، واول واحد وقف في وش ابوه. سيدنا زكريا عاش في فلسطين وفلسطين محتله، يحيى عاش في فلسطين وفلسطين محتله، عيسى ولد وفلسطين محتله من بلاد الرومان. سيدنا يونس بعث الى نينوى، نينوى دي كانت عاصمه الشرق الادنى كله في العالم القديم. نينوى كانت عاصمة الامبراطورية الاشورية، كانوا جبابرة، الاشوريين دول كانوا جبابرة، كانوا بيحكموا من القوقاز لحد نهر النيل، كانوا بيحكموا العراق والشام وسوريا وفلسطين والاردن كانوا جبابرة وكانوا عسكريين، وكان الاله الوثني اللي بيعبدوه اشور ومراته عشتار كان رمز لاله الحرب، كانوا عسكريين. سيدنا يونس راح في قلب العاصمة وتقحم على الباطل العاصمة بتاعته بالدعوة الى الله، مش بوسائل تغييرية، بالدعوة الى الله بقمة البطولة. بس مش دعوة باردة، مش دعوة باهتة. انا عايز اقول لكم يا اخواني ان الواقع اللي الانبياء عاشوا فيه ما كانش واقع بارد، ده كان واقع محتدم مشتعل. سيدنا يونس بعث واليهود، هو فلسطيني، واليهود مأسورين وبيخدمهم في الاشوريين في العراق، راح يدعم بني اسرائيل اللي فسدهم وبعده عندهم، وراح يدعم الاشوريين الظلمة المتجبرين. الانبياء كانوا اقوياء، وده اللي احنا عايزين نخرج بيه من القرآن، وده اللي احنا عايزين نوصل له. احنا مش عارفين يا اخوانا جهد الانبياء، احنا مش عارفين تضحيات الانبياء، احنا مش عارفين ليه لما نسمع عن اخ من الاخوة البسطاء بتوع مثلا حاجة زي جماعة التبليغ مثلا، لما يطلع لواحد في بيت فيخبط عليه يقوم يخرج يقوم يبصق في وشه ويطرده بره البيت لانه في حالة زنا ذلك الرجل في هذا الوقت، يقوم ينزل اخوه اللي مستنيه تحت ويعرفه اللي حصل، يقوم اللي تحت طالع مخبط يقول له انت بصقت في وش اخويا وانا ما بصقتش في وشي، اخويا خد يعني سنة من سنن الانبياء وما حصلتش معايا، ابصق في وش انا كمان. الراجل يتوب ويلتزم بسببها ويتحول لواحد من اهل الدعوة الى الله بسبب هذا الموقف. احنا مش فاهمين جهد الانبياء يا جماعة، احنا مش فاهمين تضحيات الانبياء، احنا مش فاهمين الحياة اللي الدين بيطلب منك انك انت تعيشها.
الدين بيطلب منك انك تبقى بطل، انك انت تبقى يقينك في الله واتصالك بالله وارتباطك برسالتك فوق اي شيء في حياتك، بيطلب منك انك تبقى صاحب رسالة. انما طول ما احنا طيار اسلامي معزول عن القرآن، طيار اسلامي ماشي بدماغه، خلاص ان شاء الله بعد 500 سنة لما نتقابل واحنا لسه في نفس النقطة بتاعتنا. قرآن بيفهمك الطريق كويس جدا، الطريق في قمة الوضوح. عشان كده في الايات اللي هناخدها الليلة في اخرها، ان في هذا في الاية 106، ان في هذا لبلاغا، ان في هذا لبلاغا لقوم العابدين. المفسرين يقول لك ان في هذا اي في هذا القرآن لبلاغا، اي من اراد ان يبلغ، ومن اراد ان يصل، ومن اراد التمكين، ومن اراد الفتح، ومن اراد النصر، ومن اراد العزة فعليه بالقرآن. ان في هذا لبلاغا، القرآن ده هو اللي هيوصلنا، هو اللي هيبلغنا. انما طول ما احنا معتمدين على افكارنا وعلى دماغنا، قال تعالى ويحق الله الحق بكلماته، مش بكلماتك انت، مش بدماغك انت، مش بفكرك انت، بكلماته. الله سبحانه وتعالى امرنا ان نرتبط بكلمات الله في طريقنا الى الله عشان قلبك يتصلح. فيش حاجة ان في هذا لبلاغا، اللي عايز يبلغ ويوصل لصلاح قلبه، اللي عايز يبلغ الفردوس الاعلى، اللي عايز يبلغ التمكين في الواقع، اللي عايز يلاقي حل لهداية الشباب، اللي عايز يلاقي حل للواقع اللي احنا عايشين فيه، ان في هذا لبلاغا، هو القرآن هو الحل. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في اخر سورة الانبياء القرآن هو الحل، ولكن الناس هي اللي مش عايزة تستقيم. للأسف الشديد لا انسى احد مشايخي وانا بتحدث معاه مرة عن صحيح البخاري، وسبب زهد كثير ممن يتحدثون مثلا او من الملتزمين، سبب زهد الكثيرين في صحيح البخاري، وتلاقيه يعني بيهتم باحاديث تانية برضو في السنة، ولكن دون احاديث البخاري في الطبقة بكتير جدا، وممكن مختلف عليها ما بين علماء، وسايب الاحاديث اللي زي الشمس في السماء. طب ماشي دي ودي، بس البخاري وفتح الباري. قال لي يا ابني ما هو اصل هو لو درس البخاري هيستقيم. هو مش عايز يستقيم، هو مش عايز يستقيم، هو عايز يفضل كده، هو عايز ياخد من الدين. عشان كده نبدأ يا اخواني بإذن الله، ننطلق بإذن الله في هذه الآيات المباركة. إن هذه أمتكم، ربنا بيقولك هي دي أمتك ودول قدواتك. اعرف تاريخك، اعرف رموزك، اعرف قدواتك. أمة واحدة توحد أمرها على عبادة الله، وأنا ربكم. اللي نجيت إبراهيم من النار من صفحتين، اللي نجيت نوح من الطوفان من صفحتين، اللي اديت لداود وسليمان الملك من صفحتين، اللي شفيت أيوب من مرض عضال في ثواني من صفحة واحدة، اللي نجيت يونس من بطن الحوت في الصفحة اللي قبلها، اللي اديت لزكريا يحيى الذي لم يجعل له من قبل سمية بركعتين، اللي نجيت مريم وعيسى من اليهود الظالمين، اللي عملت كل المعجزات المهولة اللي الثلاث صفحات اللي فاتوا مليانة بيها. انا ربكم، انا اللي عملت ده، فاعبدون. لو عايزين العطاءات دي تبقى في حياتكم انتوا كمان، اعبدوني زي ما عبدوني، عيشوا عشان الوصول الي زي ما عاشوا عشان الوصول الي، وانا هديكوا زي ما اديتهم، وانا ربكم فاعبدون. وتقطعوا امرهم بينهم. يعني ايه وتقطعوا امرهم بينهم؟ المنظر ده يا جماعة مش هتشوفه في الدنيا غير منظر ديابة بتهجم على غنمة. تقطعوا امرهم، امرهم اي دينهم، قطعوا دينهم ما بينهم. يعني ايه تقطعوا امرهم بينهم؟ بينهم يعني ايه؟ عارفين اما عصابة تقسم حاجة بينها وبين بعض، لما انت تاخد دي وانا اخد دي ودي اخد دي، يقسموا حاجة بينهم وبين بعض. يعني ايه تقطعوا امرهم بينهم؟ لما تشوف ديب وهو بياكل غنم، الديب مش زي الاسد، الاسد يموت وبعد كده ياكل وبعد كده الاسود تتلم وتاكل، انما الديب ما يعملش كده، الذئب ما يعملش كده. الذئب بينهش في لحمها، بيقطع في لحمها، ممكن يقوم قطعها نصين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ما ذئبان جائعان ارسلا على غنم بافسد لدين المرء من حرصه على الشرف لدينه، على المال والشرف لدينه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك الدبين الجعانين لما بيرسلوا في قطاع غنم مش بيموتوا غنمه وياكلوها، ده بيقعدوا يقطعوا حته من بطن دي وحته من ظهر دي وحته من رقبه دي، ويقعدوا ينهشوا في لحمهم يموتوهم وبعد كده يبداوا ياكلوهم. تقطعوا امرهم بينهم، منظر ذئاب وهي بتنهش في غنيمه وقاعده تقطع ما بينها. يا ترى الذئاب دول مين؟ بعد ان هذه امتكم امه ايه؟
واحدة بعد منظر الوحدة، منظر التقطع، منظر الأجيال اللي جت بعد الأنبياء، اللي بعد قصص الأنبياء ده، هي أتباع الأنبياء بقى للأسف الشديد، بعض أتباع الأنبياء اللي طلعوا ملاقوا ناس ضحوا بعمرهم عشان الدين ده يرجع للأرض تاني، عشان دعوة ربنا تنتصر تاني، عشان الناس ترجع لدين ربنا تاني. فكان في أيام الأنبياء الدين محتاج تضحيات، محتاج مجهود، زي الوقت كده الدين محتاج بذل وعرق. لما ناس بذلت والدين عز، الدين اتحول لغنيمة، فطلع ناس بتعتبر الدين غنيمة وبتنهش فيه، زي مين؟ زي الجماعات المتعصبة. ومش كل الجماعات متعصبة، زي المتعصبين اللي بيقطعوا الدين ما بينهم، اللي خدوا الدين كأنه غنيمة، اللي خدوا الدين كأنه وسيلة ان هم يعلم مش ان الدين يعلى، تقطعوا امرهم بينهم. كلمة ترعب، كلمة ترعب كل واحد مننا انه يتعصب في دين الله، انه هو يتحول الى انسان متعصب يقطع الدين، زي بعض الجماعات ما قطعت الدين ما بينها، دول خدوا حتة ودول خدوا حتة ودول خدوا حتة، وكل واحد ماسك على كلامه. يا اخوانا فين الوحدة؟ فين الامة الواحدة؟ فين الارتباط ببعض من اجل تحقيق رسالة الاسلام؟ فربنا بيقولك ان في ناس طلعت بتقطع الدين. اوعى تكون من اللي بيقطعوا الدين، اوعى تكون ديب، اوعى تكون ذئب بينهش في دينه وبياخد حتة من الغنيمة وخلاص. كل إلينا راجعون، كل الجماعات الإسلامية هترجع لربنا، كل الشيوخ، أي حد تناحر مع حد في دين ربنا، أي حد حول الدين لعداوة، أي حد بدل ما الطلبة اللي تحت إيده يسخرهم لنشر الدعوة إلى الله، سخرهم لهدم الناس العاملة لدين الله، أي جماعات تناحرت وحولت الدين لملك بيتناحر عليه، كل إلينا راجعون. إذا كنتوا فاكرين إن جريمة التعصب الديني عشان مفيش محكمة في الدنيا بتحكم عليها، محكمة يوم القيامة هتحكم عليها، والأحكام هتبقى أصعب مما تتخيلوا. كل إلينا راجعون، كل واحد عمل لدين الله وبدل ما ينصر الدين نصر نفسه ورفع نفسه، عمل نفسه أمير، عمل نفسه مش عارف إيه، عمل نفسه. وليس كل من عمل لدين الله كذا، ولكن المتعصب كل إلينا راجعون. عشان كده في ناس خدت الدين انه غنائم يا جماعه، فربنا بعدها بيقول لك فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. في ناس تانيه خدت الدين دين، في ناس تانيه التزمت عشان توصل لربنا، في ناس التزمت عشان تاخد الدين سلم تطلع عليه للملك، تطلع عليه للدنيا، تطلع عليه ان الناس تبص له وتقول له يا عم الشيخ، تطلع عليه. في ملتزمين تايهين ومدمرين مش بسبب انه مش عارف يوصل لربنا، بسبب انه نفسه يبقى زي الشيخ فلان، الناس ملفوفة حواليه، نفسه يبقى زي الشيخ فلان، وراء اتباع والاخوة بتسمع كلامه، نفسه يبقى زي الداعية المشهور فلان، الدروس بتاعته بتتملى، مش عايز دين، عايز الدنيا بتاعت الدين، نفسه يبقى زي الداعية الفلاني اللي طلع في الفضائيات واتشهر، او زي الداعية الفلاني اللي اختنى وجاله اموال كتير فنفسه هو كمان يبقى عنده اموال. مش قضية الدين، ده الدين بالنسبة له سلم. انما في ناس تانية يا جماعة الدين بالنسبة لها دين، فمن يعمل من الصالحات، يعمل مضارع مستمر من الصالحات، بيعبد ربنا بكل عمل صالح يقدر يعبد ربنا بيه، مشغول بالله، مشغول بشعب الايمان، مشغول بكل عمل صالح يوصله الى الله، وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون. اوعى اوعى يا اللي خدت طريق الدعوة الحقيقية ونزلت في الشارع تكلم الناس عن ربنا، يا اللي خدت طريق الدين والجهاد من اجل انك توصل لربنا، اوعى لما تشوف ناس خدت الدنيا من ورا الدين تفتن وتحب انك انت تقلدهم. خليك زي ما انت، ما تعرفش ربنا عين لك ايه. فلا كفران لسعي وان له كاتب. ربنا بيقول لك انا كاتب سعيك، انا كاتب قيامك، انا كاتب صيامك، انا كاتب جهدك في الدعوة، انا كاتب جهدك في طلب العلم، انا كاتب كل جهد عملته عشان توصل لربنا، انا كاتب كل درس علم حضرته او درس ايماني حضرته عشان توصل لربنا. وان له كاتبون، وان الله بيؤكد له كاتبون، مش هيضيع عليك اي حاجة من اللي انت عملتها. ياللي عايزين الدين عشان الدين، ياللي عايزين الدين عشان ربنا، ياللي ما حاولتوش الدين لمصيبة وتمزق، لو الجماعات الاسلامية في مصر توحدت مع بعض اقسم بالله لقامت الخلافة في الكرة الارضية، ولا كان لهم تأثير على كل القضايا اللي تتعلق بالاسلام على وجه الكرة الارضية. مش عايزين يحطوا ايدهم في ايد بعض ليه؟ مش عايزين يتوحدوا مع بعض ليه؟ مش عايزين يتكسروا البعض ليه؟ مش عايزين يلينوا البعض ليه؟ مش عايزين ليه كل مجموعة قوتها عايزاها تبقى ليها؟
واللي يمسك حكم عايز الحكم يبقى بتاعه بس، وعايز اسمه هو اللي يتحط على كل انجاز بس. ليه مزقنا الدين 1000 سنة بنقطع في الدين زي الديابة ما بتقطع في غنمة بتنهش فيها؟ عشان الاسماء تعلو، عشان الاسماء الجماعات تعلو، عشان اسماء الرموز تعلو. لحد امتى يا اخوانا؟ من سيتجرد للاسلام؟ من سينصر الدين وهو كالرجل الذي ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المعركة، راح للنبي عليه الصلاة والسلام في المعركة، فالنبي جت غنايم في الوسط المعركة، النبي بعت له نصيبه، فالراجل راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما هذا يا رسول الله؟ رمى الحاجة، رمى الغنايم. ايه ده يا رسول الله؟ نصيبك من الغنايم. قال له ما على هذا تباعتك؟ انا ما دخلتش الطريق ده عشان دنيا، انا ما دخلتش الطريق ده عشان غنايم، انما اتبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا فاموت فادخل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش حاجة، يعني انت مش عايز حاجة يا رسول الله؟ انا مش عايز مركز، انا مش عايز حد يقول لي يا عم الشيخ، انا مش عايز البس غطرة وامشي في الشارع واعمل نفسي يا منى ما هناك، انا مش عايز امسك كتاب علم اسمه معقد عشان الناس لما تبص له تلاقي ان انا حاجة، انا مش عايز من ورا الدين حاجة غير ان انا ربنا يرضى عني، انا مش عايز حاجة غير ربنا. النبي قال له انت تصدق الله يصدق الله، خلاص الموضوع هنا بقى ايه ده، انت ليه قاعدة انت منك لله على طول بقى، انت بتعامل ربنا مباشرة مالكش دعوة بقى ايه. والنبي وقفه ورا خالص، قال له يا رسول الله ده بيقولك عايز يضرب بسهم هنا، وقفه رسول الله في الصف الاولاني عشان ياخد سهم، رسول وقفه ورا خالص. ليه؟ اصل يا اخوانا الحاجات دي مالهاش دعوة باسباب خالص. شوية وجايبين للنبي جثة، واحد مقتول وسهم داخل من ناحية من رقبته خارج من ناحية التانية، وبيعرضوه على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بص له عليه الصلاة والسلام وقال اهو هو اهو هو. النبي مبهور عليه الصلاة والسلام، هو ده اللي من شوية كان بيقول لي عايز يتضرب الضربة دي، اهو هو. ايه ده؟ قالوا هو 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 يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. كان صادق، كان صادق. انا عايز اموت شهيد وادخل الفردوس الاعلى، صادق انسان مش عايز حاجة. انما مصيبتنا انك تلاقي الاغراض في الدين، الانتفاع الدنيوي من وراء الدين للأسف الشديد. فين يا اخوانا الملتزم الزاهد في الدنيا؟ فين يا اخوانا الملتزم الزاهد في الرئاسة؟ فين يا اخوانا الملتزم الزاهد في ثناء الناس؟ فين يا اخوانا الملتزم الزاهد في اي شيء، في اي شيء غير انه يعبد ربنا ويفضل جندي لحد ما يموت؟ جندي. الاخوة مش عارفة تشتغل مع بعض ليه؟ مين هيبقى الرئيس؟ حتى الاخوة الصغيرة مين هيبقى قائد؟ مين اللي هيمسك؟ مين اللي هيبقى؟ يا عم اي حد يا عم، سيبوا الدنيا تمشي يا عم، ضعوا عمر حيث وضعه الله يا عم، حط نفسك في اقل مكان وسيبها لربنا، وسيب ربنا اللي يديك، وسيب ربنا اللي يرفعك. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، الناس الصح بقى اللي فهمتها صح، فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، وإنا له كاتبون. آية تفتح نفسك على العمل الصالح للنهار. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. موضوع جد يعني. بعد إن هذه أمتكم، ربنا جاب لك 3 آيات، ال3 آيات ديت بتجيب لك أحوال الناس بعد موت أي نبي وبعد إقامة أي دعوة. إيه هو أحوال الناس بعد موت أي نبي وبعد إقامة أي دعوة؟ يا إما ناس بتاخد الدين غنيمة اللي هم تقطعوا أمرهم بينهم، اللي هو عايز يعلو بقى ويطلع، يا إما ناس عايزة يعني إيه يموتوا على ما مات عليه أنبياء الله من يعمل من الصالحات، يا إما ناس كفرة مصممين مفيش فايدة فيهم، ضلال مش عايزين دين. فربنا بيقول وحرام، حرام أي أقسم، أي الله يقسم، حرام علي أي يمين علي، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. الرجوع إنك أنت تاخد فرصة إنك أنت تعود تاني للي كنت فيه. ربنا بيقسم إن هي فرصة واحدة بس، مفيش فرصة تانية، الدنيا دي فرصة واحدة بس، مفيش دور تاني. حرام أقسم على قرية أهلكناها، على أي حد هلك بسبب معصيه، انهم لا يرجعون. خلاص ما عادش في فرصة تانية، هي فرصة واحدة. ربنا بيحذر الدنيا كلها، بيحذر البشرية كلها، هي فرصة واحدة اللي هتروح منه راحت عليه. عشان يعني سورة الانبياء بتكلمك ان الموضوع خطير،
ان الموضوع خطير، عشان كده في اول سورة الانبياء وما خلقنا السماء والارض وما بينهما ايه لاعبين، مش لعبة. بعد ما ربنا قال وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة، فاكرينها لعبة؟ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين لحد ما ربنا هلكهم. اتسوى بالارض وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. مصيبة البني ادم انه فاكرها لعبة، مصيبة الشباب اللي بره انهم فاكرينها لعبة، مصيبة اللي قاعدين على النت او على الدش امام حاجات فاجرة انهم فاكرينها لعبة، مصيبة الملتزم اللي بيتدلع انه فاكرها لعبة، مصيبة الناس انها مش فاكرة خطورة الامتحان اللي احنا فيه. وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون. هو دور واحد بس، مفيش دور تاني، هي فرصة واحدة مفيش فرصة تانية. اللي هيموت على الضلال ما عادش ينفع يرجع، خلصت. حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج، حتى بتفيد للغاية، بيسموها حتى الابتدائية تفيد للغاية، زي قول الله وقل رب اعوذ بك من همزات الايه الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. ها حتى اذا جاء احدهم الموت، يعني ايه؟ يعني في ناس فضلت الشياطين مضيعاها لحد ما بوهت قدام ملائكة الموت وهي نازلة عليه. فهنا حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج، فضل ناس تدلع وفضل ناس تلعب وفضل ناس تتقطع الدين وتقطع في الدين وتمزق في الدين وفضل ناس تعمل الاعمال الصالحة وعايزة توصل لربنا لحد ما جت علامات القيامة. حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج، اتكسر السد. وفي قراءة حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج، وهم فتحت يعني جايين من كل حتة، وهم من كل حدب ينسلون، من كل حدب، من كل جبل نازلين، ومن كل تل نازلين، ومن كل مكان مرتفع نازلين. منظر مرعب، منظر مرعب. وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق اللي هو يوم القيامة، فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يا فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا، ده اول مرة هيشوفوا جهنم بعينيهم. فربنا وصف المنظر، فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا، واقف مبهوت، واقف مشدوه، واقف مذهول، اول مرة يشوف جهنم بعينيه. وهتبدأ الايات تتكلم عن جهنم، وهتبدأ سورة الانبياء تختم بحديث عن جهنم، حديث من اكتر احاديث القرآن في تفصيل جهنم وفي الكلام عن جهنم. ولكن الاول، حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. النسل يا جماعة، النسل ركز معه بقى في الحتة دي، النسل في اللغة، النسل والنسلان هو مشية الذئب. مشية الايه؟ مشية الايه؟ الذئب. هو الذئب ده احنا جبنا سيرته قبل كده في الدرس ده، جبنا سيرته فين؟ طب ركزوا معايا الوقت. النسلان في اللغة اصل وضعه في اللغة مشية الذئب لما بيروح على الفريسة. الديب لما يلاقي الغنمة فيبدأ ايه له مشية معينة كده، مشي سريع، رجليه تقرب من بعضها ويمشي بسرعة بسرعة بسرعة، يعني حتى مش يجري، لا ديب برضه وبياكل الفريسة عارف بيهجم ازاي، ويمشي بسرعة بسرعة ويقرب خطواته ويقوم رايح نهش فيها. فكأن يأجوج ومأجوج هيخرجهم زي الذئاب الجعانة تنهش في البشر. فكلمة مرعبة، وهم من كل حدب ينسلون. كأن يأجوج ومأجوج هيخرجوا زي الديابة الجعانة بتنهش في البشر. عشان كده سيدنا عيسى لما يخرج يأجوج ومأجوج هياخد المؤمنين لجبل الطور، مش هيحاربهم اصلا ولا هيواجههم. ربنا يقول له اني اخرجت عبادا لا يد لأحد بقتالهم، ما حدش هيقدر يقف وشهم. ليه؟ اصل يأجوج ومأجوج دول عقوبة قدرية، يأجوج ومأجوج دول مش اعداء دين، دي عقوبة قدرية من الله. يأجوج ومأجوج دول يا جماعة زي مين بالظبط؟ بالظبط، لدرجة ان بعض المفسرين قالوا ان هم دول، ولكن طبعا احاديث النبي بتقول ان يأجوج ومأجوج دول لسه يخرجوا ايام سيدنا عيسى، زي التتار لما خرجوا على الامة بالظبط. بالظبط لدرجة ان كثير من المفسرين قال لك ان يأجوج ومأجوج هم التتار والمغول، وان الموضوع ده حصل فعلا ايام التتار والمغول، واولوها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما صحي مفزوع وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، وقالوا فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. قال لك ان التتار لما خرجوا اهلكوا الخلافة العربية، اخر خلافة عربية هلكت كانت على ايد التتار في الخلافة العباسية، بعد كده ما مسكش غير الاتراك. فالنبي قال ويل للعرب من شر قد اقترب.
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كذا، ولكن طبعا نصوص السنة الصحيحة بتقول ان يأجوج ومأجوج هيخرجوا ايه، هيخرجوا مع نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن يا جماعة التتار كانوا نموذج، انا بقول الكلام ده ليه، نموذج، كأن ربنا بيورينا آية، بيورينا نموذج، تمرين مشهور، مثل، ضرب مثل عشان تفهم اللي هيحصل. عشان يا جماعة اقول لكم ايه العلاقة بين وهم من كل حدب ينسلون، بين الذئاب اللي نازلة جعانة تنهش في الأمة، وبين تقطعوا أمرهم بينهم. الأمة اللي تحولت زي الذئاب اللي بتنهش في دينها لما الناس بتقطع ما بينها، لما الأمة بتتمزق بتبقى العقوبة زي يأجوج ومأجوج، وهو ده اللي حصل بالظبط ايام التتار. لما الامة تمزقت، مصر دولة الوحيدة، الاندلس دولة الوحيدة، فلسطين دولة الوحيدة، سوريا بقت دولتين، حلب دولة ودمشق دولة، دولتين، سوريا بقت دولتين، كل حتة، الهند دولة الوحيدة، المش عارف افغانستان دولة الوحيدة، ايران دولة الوحيدة وكانت لسه على السنة، الكل ده كل حتة دولة 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 دولة، والامة بقت في غاية الفساد والعياذ بالله. فربنا خرج لهم المغول والتتار بقى، خرج لهم جنكيز خان وهولاكو، خرج لهم اللي من كل حدب ينسلون لما تقطعوا امرهم بينهم، لما تذائبوا على دينهم، ربنا خرج لهم ذئاب بشرية تنهش فيهم. ولو الامة ما فقتش، ولو الجماعات الاسلامية ما فقتش، ولو الدعاء الى الله ما فقوش، ولو الملتزمين ما فقوش وتوحدهم، ما يعرفوش ربنا هيسلط عليهم ايه، يبقى لسه ما شافوش حاجة في اللي ربنا هيسلطه لما نقطع ديننا بالتمزق، لما نقطع ديننا بالتعصب. التتار يا اخوانا خرجوا، ابن الاثير فضل فترة مش قادر يكتب من بشاعة اللي حصل، دخلوا على بلد سمرقند، دخلوا على هذه البلد، الجنود تحصنوا في قلعة، دخلوا دبحوهم، وبعد كده نزلوا على اهل البلد، اغتصبوا الواحدة قدام جوزها، واغتصبوا البنت قدام ابوها، واغتصبوا الاخت قدام اخوها، وبعد كده ولعوا في كل مساجد ومدارس البلد، حرقوا البلد كلها. وبعد كده طلعوا على بلد، ده كان بخارة، بعد كده طلعوا على سمرقند، طلعوا على سمرقند، خرج لهم 70,000 مقاتل، الجيش مرضاش يحارب، اللي خرج هواه يعني ايه متحمسين، قتلوهم ودخلوا على سمرقند، قتلوا كل من فيها، قتلوا كل من فيها. بعد كده طلعوا على بلد اسمها مرو، خرج لهم 200,000 مقاتل. مشكلة ان الامة ما كانتش فاهمة ان الموضوع مش جيوش، ان الموضوع مش ان انا خرج لهم ناس والدنيا ملئ يا قلبي كثير ممن خرجوا، الموضوع ان الامة ده عقوبة تقطعوا امرهم بينهم، عقوبة التمزق لن تجبر الا بالتوحد. دخل على مرو خرج لهم 200,000 جندي، قتلوهم، ودخلوا على السكان 700,000 واحد، امر ابن جنكيز خان بقتل 700,000 واحد، يعني البلد من 900,000 مليون اتقتل المليون، اتقتل المليون وحرقوا فيها، وحرقوا البلد، ما كانوش بعد ما خدوا اموال التجار، وبعد ما اغتصبوا النساء، وبعد ما خدوا الصنايعية المحترفين بعتوهم لبلادهم الاصلية عشان يأسسوا في بلادهم تعليم لهذه الحرف، في الاخر قتلوهم كلهم، قتلوهم. كان التتاري واحد بيحكي لابن الاثير بيقول له كنا 17 واحد، جه واحد تتاري قال اربطوا بعض عشان يعرف يقتلهم مره واحده، فبداوا يربطوا في بعض، فقال لهم انتوا بتعملوا احنا كده هنتقتل وكده هنتقتل، وده واحد قالوا له احنا ما نقدرش نواجهه، بيقول جاب سكينه قتله من وهن الامه، يعني المسلم ده جاب سكينه قتل التتاري واحد. يقول لك كانت المراه التتاريه بتدخل على بيت تقتل كل اللي فيه ومحدش يقدر يكلمها، كان التتري الواحد ينزل قريه يقتل كل الرجاله اللي فيها، محدش يجرؤ انه يرد عليه او ان هو يقف في وشه، لدرجه ان كان كل ما تتري يجي يقتل مسلم، المسلم يقول له لا والله لا والله لا والله، يعني ايه ما تقتلنيش والله، ما انت قتلني، لا والله لا والله. فالتتار مش فاهمين اللغه العربيه، بس من كتر ما بيسمعوا كلمه لا والله لا والله بقوا التتار بيتريقوا على المسلمين، لما الجنود التتار يقتلهم مسلمين يفضلوا يرقصوا بالخيول بتاعتهم ويقولوا لا والله لا والله، بيتريقوا على الكلمه اللي المسلمين بيقولوها وهم يستغيثون بهم قبل ان يقتلون على ايديهم. كان التتار يا اخوانا حاجة، واحد تتري لقى مسلم قال له حط راسك على الصخرة ده ايه لحد ما اجيب سكينة اذبحك، حط راسه ما جرؤش انه يرفعها لحد ما جاب سكينة وذبحه بها. امة كانت ممزقة في الوقت اللي التتار كانوا بيذبحوا المسلمين
في البلاد الشرقية لنا كلنا قامت حرب أهلية ما بين حاكم شمال وجنوب إيران فارس اللي هي إيران وما بين الخليفة العباسي اللي هو حاكم العراق، يعني حرب أهلية بين العراق وإيران. هو ده وقته، وكانت إيران مع السنة لحد ما جه اسماعيل الصفا ودبح في المسلمين لحد ما يتشيعوا بالقوة والقهر. إيران تشيعت بقوة السيف والقهر، فده حرب أهلية في وقت واحنا بنتدبح، حرب أهلية. حاكم تركيا كان عنده ابن أميرة ملكة مملكة نصرانية، مملكة الكرج النصرانية، ما كانش لها زوج، قال لها اتجوز ابني، قالت له انا ما اتجوزش واحد مسلم، انا يعني، قال لها ابني اتنصر ويتجوزك، وابنه اتنصر واتجوزها عشان ابنه يحكم مملكة تانية، عشان ابنه يبقى حاكم مملكة تانية. المسلمين كانوا وصلوا لايه في هذا الوقت يا اخواننا؟ تقطعوا امرهم بينهم، بقوا عاملين زي الديابة اللي عايزين دنيا وخلاص، اللي بينهشوا في دينهم عشان يوصلوا للدنيا منه وخلاص. فربنا خلاص وهم من كل حدب ينسلون، خدوا بقى العقوبة، بقى خدوا العقوبة. وكل ما هنعمل كده كل ما هيوصلت علينا من انفسنا. اخواننا في الله، الدين مش لعبة، الدين مش لعبة. سورة الانبياء بتقولك الدين مش لعبة، الدين امر من اخطر ما نتخيل، اخطر شيء موجود على وجه الارض هو الدين. ولا الانبياء عملوا كده ليه؟ ابراهيم اترمى في النار ليه؟ يونس قعد في بطن الحوت 3 ايام ليه؟ ليه الانبياء عملوا كل اللي عملوه ده ليه؟ لان الدين مش لعبة، احنا اللي واخدينه لعبة. حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، في قراءة وهم من كل جدث ينسلون، وهم من كل ايه؟ جدث ينسلون. جدث يعني قبر. قال لك ان ده وصف يوم القيامة، لان يأجوج ومأجوج هم اصلا معظم البشرية. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ان نسبة دخول الجنة 1 في 1000، يعني نسبة دخول النار 999 في 1000. فالصحابة قالوا له يا رسول الله اينا ذلك الواحد؟ يعني احنا نسبة النجاة 1 في 1000. فقال لهم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فيأجوج ومأجوج دول معظم. فالعلماء قالك ان يوم القيامة ده معظم اللي طالعين من تحت التراب يأجوج ومأجوج. فكأن الله عبر بيوم القيامة بخروج يأجوج ومأجوج وهم من كل جدث ينسلون، وكل خارج من القبور. واقترب الوعد الحق، قربت بقى يوم القيامة بحق وحقيقي، الوعد اللي ربنا وعد به البشر، بس البشر مش عايزين يصدقوا ومش عايزين يوقنوا به. فإذا الفجائية، فإذا هي بيسموها ضمير القصة، يعني القصة كلها شاخصة أبصار الذين كفروا، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم روى عن رب العزة في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم. هي هنا بيسموها ضمير القصة، يعني إيه؟ يعني كل القصة شغلك، مفيش بينك وبين ربنا غير شغلك، إنما هي أعمالكم. إنما يعني كل اللي بيحصل لك في الدنيا بسبب عملك، وكل اللي هيحصل لك في الآخرة بسبب عملك، كل ده بسبب العمل. انما هي اعمالكم احصيها عليكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. لو لقيت ربنا فتح لك في دينك وفتح لك في امورك احمد ربنا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. عملك انما هي اعمالكم، يعني اللي بينك وبين ربنا شغلك، اللي بينك وبين ربنا قيامك وصيامك، اللي بينك وبين ربنا ذكرك، اللي بينك وبين ربنا تلاوتك للقرآن وورد القرآن بتاعك وحضورك لمجالس الإيمان وسعيك، هو ده اللي بينك وبين ربنا. اشتغلت من وجد خيرا فليحمد الله، ما اشتغلتش خلاص مفيش حاجة غير عملك. فهي بيسموها هنا ضمير القصة، يعني اللي القصة كلها، الحدوت، الموضوع كله شغلك. فربنا بيقول لك فإذا هي القصة كلها شاخصة، يعني الناس كلها واقفة مذهولة بتبص لجهنم. الشخوص، ان واحد يفتح عينه ويبص لشيء وعينه ما ترمش، مذهول، مبهوتين اول ما شافوا جهنم. فاذا هي شاخصة ابصار، الكل بصره معلق بجهنم مفزوع اول مرة يشوف النار. فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا، كأنهم بيدعوا على نفسهم بالويل اللي احنا عملناه في نفسنا ده، يا ويلنا قد كنا في غفلة، مش كنا غافلين، في دي زي واحد يعني غرقان جوه حاجة، واحد في بحر، واحد غرقان جوه. قد كنا في غفلة، ده احنا كنا مغموسين في الغفلة. يا ويلنا قد كنا، قد تأكيد، قد كنا في غفلة من هذا، بيتأهرم، بل كنا ظالمين. احنا ازاي ما كناش عاملين حساب النار دي؟ ازاي ما كناش بنخطط ازاي ننجو من جهنم؟ احنا ظلمنا نفسنا ظلم، ازاي ما عملناش حساب الوقفة دي؟
ازاي ما عملناش حساب اليوم ده؟ ازاي ما خدناش الدنيا ان الايام والليالي دي كنز عمرنا عشان ننجو من النار؟ ازاي ربنا كلمنا عن النار واحنا استهترنا بيها؟ واقترب الوعد الحق فاذا المفاجأة بقى ساعة يوم القيامة وساعة رؤية النار، فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا، يا ويلنا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ويجي الرد عليهم، انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. انكم وما تعبدون، يعني هم قاعدين يقولوا يا ويلنا وبيبصوا لجهنم، يلاقوا الكلام جاي من الله من الملائكة، انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حصب جهنم الحصب، الحطب اللي بيترمى، الفحم اللي بيترمى في النار عشان يولعها، يعني انتوا وقود جهنم. والحصب اللي بيتشال برضو عشان يترمى به الجمرات في الحج، ده انتوا هتترموا في جهنم. والحصب الارضية بتاعت، يعني مثلا لما كان زمان المساجد يفرشوها حصب عشان الناس تعرف تدخل عليها وتصلي عليها، الارض ما تطينش او كده، انتوا قاع جهنم اللي هيداس عليكم فيها. انكم ده انتوا هيداس عليكم في جهنم. انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. انتم لها واردون، هتدخلوا وهتشربوا منها زي ما الابل بتورد المية، هتدخلوا وهتشربوا من زقومها وحميمها. وبرضو ونسوق المجرمين الى جهنم وردا، كأن جهنم هتشرب منكم، كأن جهنم عطشانة عطشانة انها تشرب منكم ومن دمكم. فجهنم هتشرب منكم، يعني مش هم اللي هيشربوا من جهنم بس، وجهنم هتشرب منهم. انتم لها واردون، جهنم دي مخلوق يا اخواني، جهنم دي مخلوق. وراء المجرمون النار فظنوا انهم ايه؟ مواقعوها، المواقعة في لغة العرب اي الحرب، فظنوا انهم مواقعوها. ما مش ممكن هيستسلم، هو في واحد هيتاخد عشان يترمى في جهنم وهيقوم رفع ايده ويقول خلاص ارموني؟ هيقاوم بكل ما يستطيع. فظنوا انهم مواقعوها بس خلاص، بعد ايه؟ ولم يجدوا عنها مصرفة. وانكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. حد يقدر يقول لي يخرج بإيه من كلمة لو كان هؤلاء؟ لو كان هؤلاء، هؤلاء دي معناها إيه؟ إيه؟ لا، ما هو ما هو ما هو كل ما استزاء، بس كلمة هؤلاء نستفاد منها إيه؟ أيوة، عايدة عليها، معناها إيه بقى؟ ماشي، ان ربنا جاب لهم الالهه بتاعتهم قدامهم وهم بيترموا في جهنم، شايفينها قدام عينيهم اهي، يعني ربنا مش بيكلمهم عنها، ده جابها لهم قدام عينيهم. مش دي اللي انتوا كنتوا بتعبدوها؟ انكم مش دول كانوا الكبراء اللي بتعبدوهم؟ مش دي كانت الاوثان اللي بتعبدوها؟ ان لو كان هؤلاء، شوفوا الهتكم اللي انتوا عبدوها، لو كانوا الهه كانوا سابوكوا بعد ما عبدتهم تترموا في جهنم؟ اديكم بتترموا في جهنم قدامكم وما يقدروش يعملوا لكم حاجه. ده اسلوب نفسي رهيب يا جماعه، العذاب النفسي في النار اشد من العذاب البدني. شوف الاسلوب النفسي في العذاب، ربنا جايب لهم الاصنام والالهه قدام جهنم فيقول لهم ايه؟ انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لا اردون، بس كده. وبعد كده وجاي يترمى في جهنم، تيجي الالهه قدامه، لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها، ويترموا هم والالهه بتاعتهم. فانت متخيل انسان مرمي في زنزانه في جهنم، والاله اللي كان بيعبده معاه في الزنزانه، والوثن اللي كان بيعبده معاه في الزنزانه، فهو بيتعذب. ده كلمه يتجنن فيها دي قليله، يتجنن؟ ده مش هيحس انه كان اهبل، وانه كان مجنون، وانه ضيع عمره، وانه كل حاجه انتهت في حياته بسبب غبائه؟ ده ممكن، يعني لو كان ينفع انه يقتل نفسه كان قطع نفسه حتت من النقمة على انا عبدت ده اللي محطوط في زنزانة واحدة معايا في جهنم. لو كان هؤلاء الهة ما وردوها وكل فيها، انتوا الاتنين تترموا فيها وكل فيها خالدون. عشان كده بعدها لهم فيها ايه؟ زفير. الزفرة انك تجيب النفس من كعب رئتك وتقوم بخرجه، يقول لك زفرات مهموم. الزفرة ده زفرة، خدوا بالكم،
ان هنا لهم فيها زفير. في سورة هود برضو ربنا قال في الاخر ايه؟ لهم فيها ايه؟ زفير وايه؟ لهم فيها شهيق وايه؟ وزفير. ايه الفرق بين الزفير بتاع اخر هود والزفير هنا بعد اذان العشاء ان شاء الله؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد اخواني واحبابي في الله، لهم فيها زفير. هنا في سورة الانبياء العذاب نفسي، ان هو بيتعذب قدام اللي عبده من دون الله واللي عبده من دون الله قدام عينيه، فزفرة الحسرة النفسية والالم النفسي. سورة هود تكلم عن تعذيب رهيب اتعرض ليها للحق، تعذيب واذى، فلهم فيها شهيق. تعرف لما واحد يشوف حاجة فيشحق من المفاجأة بصنف من اصناف العذاب ما كانش متوقعه، وبعد كده هو بيتعذب بيظفر من الالم، زفرات الالم المادي، زفرات الالم البدني، وبعد كده يشوف صنف تاني جديد من اصناف العذاب فيشحق من الرعب والفزع، وبعد كده هو بيتعذب بيه يظفر من الالم البدني، فعلى طول في شهيق وزفير، والعياذ بالله، شهيق الرعب والمفاجأة باصناف العذاب الجديدة وزفير الالم الرهيب البدني وهو يعذب بهذا العذاب. انما هنا لهم فيها زفير، زفير الالم الرهيب. انا اللي ضيعت نفسي زي ما ربنا قال، بل كنا ظالمين، انا السبب في اللي انا فيه ده. اكبر مصيبة يا جماعة، اكبر الم في الدنيا ان الواحد هو اللي يبقى سبب المصيبة اللي هو فيها. عشان كده دايما الواحد اول ما بقى في مشكلة يقعد يتهم في اي حد، لدرجة ان في ناس تتهم القدر وتتهم الله عشان ما يتهمش نفسه. عشان كده اكبر الم ان واحد يدي لابنه دواء يموته، الواد يموت بسبب الحاجة اللي ابوه اداها له، فالواد جثة قدام ابوه، الناس تقف لابوه تقول له انت اللي موتته، انت السبب في موت ابنك، كده هما بيقتلوا الراجل ده. اكبر مصيبة نفسية انك تحس ان انت السبب في اللي انت فيه، انت اللي عملت في نفسك كده، انت، ان الانسان بغبائه بحمقه بشهوته بجنونه على الدنيا هو اللي عمل في نفسه كده. خلينا عاقلين يا جماعة، خلينا عاقلين نعرف ان الدنيا دي عشان نرتبط بالقرآن، ان في هذا لبلاغة، ان في هذا لبلاغة، هو ده اللي هيوصلنا، هو ده اللي هيفوقنا، هو ده سبب الفتح والنصر كله. ولهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لا يسمعون، بعض المفسرين قالك من كتر صوت جهنم مش عارف يسمع حاجة، والبعض قالك لانه بيتقفل عليه تابوت، جوه تابوت في زنزانة فما بيسمعش حاجة. ولكن البعض قالك ان ده من العذاب النفسي برضه، ان مجرد ان واحد بيتعذب في زنزانة في الدنيا، والزنزانة اللي جنبه واحد بيتعذب وسمع كلمة ونس، ولا حتى الونس في العذاب ربنا بيدوله. عيش لوحدك بقى عذاب الوحدة، وده من انواع العذاب الرهيبة في جهنم، عذاب الوحدة، عذاب ان يظن انه لا احد في جهنم سواك، والعياذ بالله، عذاب الوحدة، عذاب رهيب. وهم فيها لا يسمعون. وانت في الموقف الرهيب ده، وانت في الحالة النفسية الرهيبة دي، طريقة القرآن الإعجازية، تلاقي نفسك فجأة اتنقلت لحاجة تانية خالص. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، تلاقي جملة تانية خالص وألفاظ رقراقة وجو، تحس إن الدنيا فجأة الشمس طلعت والدنيا وتكون النور رجع. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، الحسنى البشرى بالجنة، والحسنى التوفيق للعمل الصالح، إن ربنا يوفقك إنك تلتزم وتسعى إليه، والحسنى الجنة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، كأن أعظم نعيم إن هو ماهوش جنب جهنم، يعني مش أولئك في الجنة منعمون، مجرد انه ما بيتشوش في جهنم ده نعيم. اولئك عنها مبعدون معناها ان النار دي خطر، مجرد الاقتراب منها لسان لها بيطلع اللفح بتاع النار بتاعها، عذاب رهيب، مجرد التواجد جنبها عذاب، مجرد التواجد بالقرب منها عذاب. عشان كده من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، مجرد انك تبعد عن النار ده نجاة، غير ان السقوط في جهنم والعياذ بالله. اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، يعني ولا حتى بيسمع، لان سماع صوت جهنم عذاب، سماع صوت المعذبين في جهنم عذاب. حسيس اي الصوت الذي يبلغ الاحساس،
الصوت الذي يبلغ الحس. عارف يعني ايه؟ مش بيقولك في غازات اعصاب بتتوغل في الاعصاب، اعصاب الانسان ما تستحملهاش. صوت جهنم، صوت بيحرق الاعصاب، صوت بيخترق الاعصاب بتاعت الانسان. ايه صوت جهنم؟ صوت ألسنة اللهب وهي بتتلظى، صوت المعذبين وهم بيصرخوا، صوت جهنم وهي بتأكل في الأجساد وتحطم في العظام وتأكل في أجساد المعذبين. كل دي أصوات رهيبة لا تحتمل، لا يسمعون حسيسها. صوت اللي بيتوغل في الأحاسيس ده، صوت اللي بيخترق الأعصاب ده، لا يسمعون حسيسها. وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون، وهم في ما اشتهت أنفسهم. النفس محل الرغبة، النفس محل الشهوة. يعني انت حرمت نفسك من شهوات محدودة في الدنيا فأخذت شهوات بلا حدود. وهم في ما للتعظيم ما اشتهت أنفسهم. كل ما تشتهي شهوتك، ما عندك من شهوة ورغبة، ما تريده. وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون. انت بتحرم نفسك من الشهوة شوية صغيرين، ولكن ما انتش عارف انت بتاخد ايه. بعد كده في جنة الله لا يحزنهم الفزع الاكبر. كان نفسي نقف يا جماعة لو كان في وقت، سبحان الله. بس يعني احنا كده بنشطب، يعني ما عادش غير ساعة بس ونخلص ان شاء الله. فكان نفسي نقف قدام قول الله لا يحزنهم الفزع الاكبر. يعني كلمة الفزع لو تدبرتها في القرآن، الفزع ذكر في القرآن، ولو ترى إذ فزعوا، ساعة ما يشوفوا ملائكة الموت، وهم من فزع يومئذ آمنون، ساعة ما بيبعث يوم القيامة. انما ايه الفزع الاكبر؟ العلماء يعني تعددت اقوالهم. ايه الفزع الاكبر ده؟ ما ذكرش في القرآن كلمة الفزع الاكبر غير مرة واحدة بس في سورة الانبياء. ولكن سورة الانبياء بتتكلم ان الموضوع جد، اللي الانبياء عملوه ما كانوش يعني. في واحد ساعات كده تلاقي ايه قاعد يصلي ليل نهار، تقول له انت متدروش ولا ايه؟ ما تتعادل يا ابني. لا، للانبياء عملوها يا جماعه التضحيات المهوله دي، لان الموضوع كان يستاهل، الموضوع خطير. اللي عملوه الانبياء ده لان فعلا هو ده الحق اللي المفروض العبد يعمله لربه. ولا يحزنهم الفزع الاكبر، فزع الاكبر. الايات كلها يا جماعه بتتكلم عن جهنم، الايات في السياق كله بيتكلم عن جهنم. فزع الاكبر لحظه رؤيه جهنم، لحظة ما بيشوفوا جهنم لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك، ويبدأ يقاد أهل النار إلى النار. ده يدخل نازع، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، وهو بيتجرجر غصب عنه. ودول الذين يسحبون على وجوههم إلى جهنم، ده يتجرجر على وشه، وده يترمى زي كيس الزبالة ألقيا في جهنم. كل كفار عنيد. وسائل دخول جهنم، وسائل متنوعة في القرآن. لا يحزنهم الفزع الأكبر، منظر رؤية جهنم وهي جاية زي الوحش الرهيب، والبشر مفزوعين منها. الفزع الأكبر أشد من أي فزع في اللي تشاف في القيامة. وتتلقاهم الملائكة، الله أكبر، ألفاظ رقراقة جدا. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. التلقي يا جماعة زي فتلقى آدم من ربه كلمات، أنا ملهوف. التلقي ده واحد بيحدف لك حاجة وانت بتتلقاها، التلقي ده فيه لهفة، فالملائكة مشتاقة ليه، ملهوفة عليه. وتتلقى تتفعل زي تتنزل عليهم الملائكة، تتفعل أفواج وراء أفواج. يا أخوانا الملائكة قاعدة تستقبلهم وهم طالعين من القبور أفواج وراء أفواج، وهم رايحين للجنة أفواج وراء أفواج. تتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم، زي ما تقول دليلتك يا عريس. يعني ايه دليلتك؟ يعني ايه دليلتك؟ يعني الفرقة دي جاية عشان تغني لك انت، والمعازيم دول جايين عشان يفرحوك انت، والعروسة دي عشان تستمتعوا مع بعض انت، وحلة الاتفاق اللي فيها بط وحمام عشان تاكل انت، والشقة اللي متجهزة بالعفش الجديد والرفاهيات عشان تسكن انت. فدي ليلتك، كل اللي هنا عشانك انت الليلة، كل حاجة في خدمتك انت الليلة، كل حاجة عشان تتبسط انت الليلة. فالبشر ملقوش تعبير يعبروا بيه عن اللي بيحصل ده غير ده ايه؟ ده ليلتك، كل حاجة النهاردة عشانك انت. هذا يومكم، كل النعيم عشان كنتوا النهاردة. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لو نصدق ربنا، ربنا وعدكم وانتوا صدقتوا ربنا، والنهاردة يوم تصديق الوعد. هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. شوفوا كلمة وعد بتتكرر قد إيه. شوفوا ربنا بيقولك أنا وعد. صدق ربنا، صدق ربنا، أيقن في وعد ربنا. عشان كده أعظم نعمة في الإسلام هي اليقين، بعدها نعمة العافية. اليقين إنك تبقى مصدق ربنا، إنك تعبد ربنا عبادة واحد مصدق. يعني وكل اللي قاعدين في الدرس دلوقتي من الإخوة والأخوات مصدقين، بالشرط يبقى كله على التصديق، انما في واحد دينه برضه غالبه. انما اللي مصدق ده يا جماعه، اللي بيقوم الليل وهو مصدق ده قيام تاني، اللي بيصوم وهو مصدق ده صيام تاني، اللي بيقرا القران وهو مصدق ان ده جبريل نزل من فوق سبع سماوات بيه، اللي مصدق التصديق الحقيقي الكامل ده احساس تاني. ربنا يرزقنا اليقين يا رب، اللهم امين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أنا عايزكم تشغلوا دماغكم شوية يا جماعة. ولقد كتبنا في الإيه؟ الزبور. إيش معنى الزبور؟ حد كده ذكي كده؟ إحنا قلنا سورة الأنبياء بتتكلم عن إيه قبل كده؟ كلمة واحدة بتتكلم عن إيه؟ لا زمان قلنا في دروس قديمة سورة الأنبياء بتتكلم عن إيه؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فإيه؟ فاعبدون. ها؟ فاعبدون. سورة الأنبياء الكلام عن العبادة فيها رهيب، وكانوا لنا عابدين. كلام عن العبادة وان سبب الكرامات والفتوحات دي كلها العبادة، كلام رهيب. وكذلك ننجي المؤمنين وذكرى للعابدين انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ها؟ فالكلام عن العبادة فيها رهيب، وان العبادة سبب الفتوحات والعطاءات والمدد من الله. ولقد كتبنا في ايش معنى الزبور؟ طب ما في كتب كتير غير الزبور. ايوه ما شاء الله، ايوه كده الناس ورقت اهي. لان الزبور نزل على داود، وداود كان اعبد البشر، كان اعبد البشر، فربنا ذكر الزبور هنا. وفي قراءه تانية ولقد كتبنا في الزبور، الزبور اي الكتب السماويه كلها بقى، انما القراءه بتاعتنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قال لك التوراه او التذكره، ان الارض يرثها عبادي الصالحون. قال لك الارض ايه؟ في مفسرين قال لك الارض اللي هي الجنه، واشرقت وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا، اورثنا الارض، اورثنا الجنه. يبقى الايه ده في قولي يعني اقل تفاسير. ففي ناس قال لك ان الارض يرثها عبادي الصالحون، يعني بسبب عبادي الصالحون العباد، يعني ان العباد بياخدوا الجنه. في ناس ثانيه قالت الارض لا، يعني التمكين في الدنيا، وان طول ما الامه دي اهل عباده الامه دي هتفضل ممكنه. في ناس ثالثة قالت الأرض ديت اللي هي فلسطين، وإن فلسطين دي للعباد، يعني عايزين نفتح فلسطين نعبد ربنا سبحانه وتعالى. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. في هذا أي في القرآن، إن في هذا لبلاغا، يلي عايزين توصلوا للدنيا. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. اللي عايز يبلغ الفردوس الأعلى اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. اللي عايز يبلغ رضا الله القرآن، اللي عايز يبقى عالم في دين ربنا يجتهد في فهم القرآن، اللي عايز يبقى سعيد في حياته يرتبط بالقرآن وبورد القرآن وبتلاوة القرآن وبقيام الليل بالقرآن، اللي عايز الصف الإسلامي لو عايز يبلغ للتمكين والفتح والنصر يرتبط بالقرآن في خط سيره. قرآن يا جماعة، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. سورة الأنبياء في العبادة من أولها لآخرة رهيبة في الكلام عن العبادة. يعني لما تروح إن شاء الله الليلة وتقوموا الليل بسورة الأنبياء، ركز في كلمة العبادة ووصف عبادة الملائكة ووصف والذين ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته في أول السورة. ولا إيه يعني إيه ولا يستحسرون؟ الاستحصار إن يبقى في مد ويقوم جاي بعده جزر. الاستحصار انك انت تقوم الليلة خمس ساعات وتاني يوم ما تصليش، انك انت تقعد جلسة الضحى وتاني يوم ما تقولش حتى اذكار الصباح. فالاستحصار انك ينحسر عبادتك بعد ما طلعت لقدام. لا يستحسرون ثبات الاوراد التعبدية في حياة المؤمن، انك انت ثابت في عبادتك لربنا. بتقوم الليل كل يوم على الغالب طبعا، بتصوم كل اثنين وخميس على الغالب طبعا لان في ظروف بشريه. لا يستحسرون ثبات اوراد العباده، انك انت ما بتجيبش مارشدير بعد ما طلعت لقدام في عباده ربنا سبحانه وتعالى. فسوره الانبياء في العباده عظيمه، ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
وآخر آية بقى في هذا الشوط اللي احنا بنتكلم عنه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعد ما شفنا اللي تقطعوا دينهم، اللي قطعوا دينهم بالتعصب منهم لله، ربنا يشفينا من مرض التعصب منهم لله. اتنين اللي ضيعوا الأمة دي وضيعوا تاريخها، اتنين الحكام الفجرة اللي عاشوا عشان كروشهم وفروجهم وعشان ينصبوا ولادهم من بعدهم ايا ما كانوا في اي زمان او في اي مكان في هذه الأمة، اللي سخروا الأمة كلها تبقوا خدامين لان الحاكم هو اللي عمل، والشعراء بتاع الأمة يقعدوا يكتبوا شعر فيه، والعمال بتوع الأمة يشتغلوا عشان الملك بتاعنا يرضى. حكام الظلمة اللي سخروا الدول الإسلامية من أجل أنفسهم، مش سخروا الدول من أجل نشر الإسلام في الأرض وإعلاء راية الجهاد في الأرض. وأهل الدين المتعصبين، أهل الدين اللي بدل ما يحولوا من الدين لطاقة تهدي الناس لربنا، حولوا الدين لسلاح قاعدين يقطعوا في بعض لحد ما ماتوا وتوهوا الناس معاهم. أكتر اتنين ضيعوا الأمة الملوك الظالمين وأهل الدين المتعصبين، أكتر مرضين دمروا الأمة ده هي. ومش هتصلح هذه الأمة غير باتنين، الملوك أو الحكام الصالحين وأهل الدين المتجردين. عشان كده كل وهم من كل حدب ينسلون، العقوبات بتاعة المغول والتتار ديت اللي الأمة اتقطعت فيها ديت، وما أرسلناك إلا رحمة، إلا لو الأمة اتبعت سنة النبي هيترحم في الدنيا، هنترحم من الدنيا من مثل التتار. وبعد كده الآيات اتكلمت عن جهنم، هنترحم في الآخرة من حسيس جهنم، من حصب جهنم، والعياذ بالله انك تبقى ارض جهنم اللي كل حتى اهل جهنم بيطقوا عليها، والعياذ بالله نترحم من جهنم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال لك الآية دي أبلغ من أبلغ بيت شعر كتب في تاريخ العرب. حتى عارف أبلغ جملة شعرية كتبت في تاريخ العرب إيه؟ يا عم انتوا قاعدين تهقوا، يا عم انتوا ملتزمين على ما تفرق، ولا هنبدأ نذاكر تفسير كتاب الله وهنقرأ القرآن ليل نهار؟ هتجتهدوا في قراءة القرآن يا جماعة، هتجتهدوا في تلاوة القرآن، ورد القرآن هيبقى زي لحمك ودمك ما يتسابش أبدا. ايه ابلغ بيت شعر، ابلغ شطر شعر كتب في تاريخ العرب؟ لا لا لا، ده يعني احق حاجة اتقالت. لا انا اقول ابلغ لغويا، لا ده دي يعني ايه، ده احق حاجة قالها شعر، اصدق كلمة قالها شعر. انما بقول ابلغ، قفا نبكي بذكرى حبيب ومنزلي. اهل اللغة قال لك ده افصح شطر شعر اتقال في تاريخ العرب. ليه؟ مش عايزين نقول ليه، هو اصلا ما فيهوش حاجة يعني لك تفصح. فقال اللغة قرنه ما بين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، قال لك 24 حرف ربنا ذكر فيهم الرسالة والرسول والمرسل اليه والمرسل، وذكر الآية دي يا جماعة يعني تحليلات أهل البلاغة فيها تحليلات رهيبة. بس احنا عايزين نقف الوقت قدام المعنى الرائع اللي بيلمس القلب، ان بعد الشقاء اللي عاشته البشرية بسبب البعد عن الدين، الشقاء والإهلاك اللي شفناه في سورة الأنبياء وجهنم وعذابها في الآخرة والتقطع اللي حصل في الدنيا والآلام والإهلاك والصواعق اللي نزلت، دين ربنا رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة مرسلة يعني الريح المرسلة اللي بتدي الهوى بتاعها لكل الناس. احنا يا جماعة مش متعصبين يا جماعة، عكس وتقطعوا وما أرسلناك إلا رحمة، احنا يا جماعة رحمة مرسلة. أهل الدين بيدعوا كل الناس، بعض الجماعات ما يدعوش غير اللي هينضم ليه، ما يدعوش غير اللي هيمشي معاه. عشان كده تلاقي كثير من الجماعات الإسلامية ما يشتغلش في صغر ايه، في صغر تلاقي كثير من الجماعات الإسلامية ما يشتغلش فيه. عارفين صغر ايه؟ الدعوة العامة. تلاقيه ما يهتمش انه يدوا دروس عامة. عارفين ليه؟ لان انا بدي ناس يقولك ده يعتبروا درس زي ده سذاجة، يعتبروا درس زي ده تضيع حرق بنزين في الفاضي. ليه؟ يقولك طب ما انتوا وعظتوا الناس وكل واحد روح بيته. يا عم ما روحوا بيتهم يقوموا الليل، ومع درس هنا مع درس هنا يبدأوا يتربوا مع معهد علم يلتحقوا بيه، مع تحفيظ قرآن نعمل قلوب، مع نبدأ ننزل ونعيش وسط الإخوة ونصحبهم لله، نربي لله، ولازم اربي عشان يمشي معايا في جماعتي. وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة مرسلة زي الريح المرسلة التي تصيب الناس أجمعين. أما أهل الدين يبقوا رحمة مرسلة، الدين ينتشر في الأرض. وما أرسلناك إلا رحمة للإيه؟ مش للناس، ده حتى للبهايم، ده حتى للحيوانات،
ده الاسلام رحمة لكل الكائنات، ده حتى للكفار. شوفوا الاسلام امر المسلمين يعاملوا اهل الكتاب ازاي ويعاملوا اهل الملة ازاي. شوفوا يا اخوانا الرحمة، وما ارسلناك الا رحمة، ومش وما ارسلناك الا رحيما، الا رحمة. التعبير بالمصدر ينوم مع المبالغة، كأن النبي ممزوج بالرحمة عليه الصلاة والسلام، كأن النبي ده كتلة رحمة ماشي على وجه الارض، كأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كتلة رحمة. وما ارسلناك الا رحمة، رحمة خالصة، رحمة مرسلة، رحمة للعالمين لكل الكائنات. الدين رحمة بالجميع، بس احنا نفهم قيمة ديننا يا اخوانا. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، كلمة موتك على دراسة السنة، كلمة موتك على دراسة القرآن والسنة، ان ده سبب الرحمة في حياتك، وان الدين سبب الرحمة في حياة البشر. مش زي العلمانيين الظالمين ما بيزعمهم الدين في المسجد، وقال الدين ازاي ازاي اخوانا ده الدين سبب ربنا، يقول لك والتين والزيتون، الشام اللي بقت جنة بسبب الانبياء اللي بعثوا فيها، وطور سنين، سيناء اللي بقت العالم كله بيروح يزورها عشان سيدنا موسى وعشان الدين اللي نزل فيها، وهذا البلد الامين، الصحراء اللي كل ثمرات الدنيا بتروح لها الوقت في مكة عشان الكعبة، ولولا الكعبة لكانت مكة وما حولها خرابة، ولا العفاريت كانت تجرؤ تسكن فيها. ربنا بيقول لك شوف الدين عمل ايه في الدنيا، عشان كده في اخر السورة في سورة التين ده، فما يكذبك بعده بالدين. انتوا لسه بتحاربوا الدين ليه؟ ولولا الدين لانتحر الناس من الهم والغم، ولولا الدين لزنت النساء من وراء ازواجهن، ولزن الرجال من وراء زوجتهن، ولولا الدين لما امنت ان تبلغ منزلك من اللي هيقطع عليك الطريق واللي هيسرقك، ولولا الدين. ولولا الدين يبقى دي حياة اصلا؟ ده تبقى غابة، واشد من الغابة، وابشع من الغابة. ولولا الدين مقامة حضارة، ادريس مؤسس الحضارة البشرية هو اللي علم الفراعنة الزراعة والصناعة، وكل الحضارات خدت من الفراعنة بعد كده. ادريس مؤسس، لولا الدين لما كانت حضارة، لولا الدين لما كانت الدنيا دي يطاق ان يحيا فيها. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، ده ديننا يا جماعة، ديننا رحمة، ولازم ننهل من الدين عشان نعيش في رحمة. وعلى قد ما نعيش مع الدين، على قد ما نعيش في رحمة. انا يعني صعبان عليا جدا، ان انا كان نفسي برضو اتكلم سبحان الله العظيم القرآن عظيم، ولكن يعني احنا بفضل ومنة الله وقفنا مع سورة الانبياء كده ايه بقالنا كذا مرة بندندن حول معانيها. انا عايز الليلة ان شاء الله يعني نقوم الليل بسورة الانبياء. مين ياخد المصحف ده اهو اللي هو 6 اجزاء ده اهو؟ لا لا، ما احنا كل حاجة بتمنها، احنا ما عندناش حاجة كده ايه. ويقرأ جزء يوميا لحد رمضان الجاي. واحد بيعمل كده ويقرأ جزء يوميا لحد رمضان الجاي. ها رجالة، انا عايز اتأكد بس ان رافعين ايدهم، رافعين ايدهم بجد كلام. طب نخليه حزب في اليوم بس، بس يقرأ حزب. خد مين ياخد المصحف ده هو برضو 6 اجزاء ما شاء الله، يعني تاخد السدس في جيبك وحاجة عايشة يعني. يقرأ برضو حزب كل يوم هنا اللي سند على العمود ده هو. ايوة انت حزب كل يوم خد. مين ياخد المصحف ده هو؟ طب ما اقول لكم بس هنعمل ايه. ويصوم 2 وخميس لحد رمضان الجاي. لا بس يكون ما بيصومش 2 وخميس، احنا عايزين زباين جداد يا جماعة. 2 وخميس لحد رمضان الجاي، وهتقرأ برضو حزب كل يوم. يعني الحاجات دي غالية يا اخوانا، يعني احنا مين ياخد المصحف ده؟ مين ياخد المصحف ده ويعمل ايه؟ انا قلت يعمل مظاهرة؟ انتوا هتودوني في ده ليه؟ قال انا ما بقولش كده. مين ياخد المصحف ده؟ هيقرأ حزب كل يوم برضه يا اخوانا، احنا عايزين الناس ترتبط بالقرآن بكتاب الله. هتقرأ حزب كل يوم؟ خد. ها الله. طيب مين ياخد يعني المصحف ده؟ كبير بقى، جميل قوي برضو، حاجة فخامة يعني. لا استنوا، يذاكر سورة الانبياء من تفسير ايه؟ مين يزود؟ مين يزود؟ اللي يرفع ايده يقول لي مين يزود؟ الجلالين. بقول له مين يزود؟ بيقول لي الجلالين.
جلالين معاني كلمات يعني هو تفسير عميق جدا بس يعني ها ابن كثير السعدي. طب ايه مع ابن كثير يعني تفسير واحد ويعني احنا موضوعنا ابن كثير والظلال ابن كثير والسعدي ماشي ما ابن كثير والسعدي حلوين بس احنا عايزين يعني ابن كثير مثلا وتفسير تاني بقى ايه اصل التفسير الوان يعني قرطبي وايه طب انت ذكرت سورة الانبياء قبل كده انا عايز اطمن يا عم انا طب الانبياء والحج بقى ابن كثير والسعدي وحزب كل يوم خد يلا امرنا لله نعمل ايه الركن لنا ما فيش يعني وصلناهوش الليله مين ياخد ده ايه يا جماعه ما ينفعش يا جماعه عايزين علوم مهمه يا اخوانا ايه ختمه في اسبوع لا انا مش عايز ختمه في اسبوع وبعد كده تقعد 5 سنين ما تختموش اصل جربناها دي قبل كده انا عايز استمرار اهم من عارف اللي هيقرا ربع يوميا لحد رمضان الجاي هيخرج من رمضان يقرا جزئين في اليوم اهم حاجه استمر الاول على حاجه حتى لو صغيره بعد كده بفضل ومنه الله تقدر تعلي على الاساس بقى انما ارمي اساس مين ياخد ده اهو و ايه لا يجيب 5 درس مش يعني لسه دي ان شاء الله جاي لا برضه هيقرا حزب يوميا برضه ان شاء الله باذن الله ها كلام منهائي خد يلا يا عم انت راجل مفيش حد يا جماعه عايز يذاكر تفسير كتاب الله مفيش حد عايز يقرا تفسير سوره الانبياء من ايه ما شاء الله ما شاء الله طيب خليك جنبي بقى الوقت هنشوف الوقت حاجه ها مين ده يلا يا اخوان عشان اتاخرنا ها من تفسير ايه سعد بن كثير مين اللي قال سعد بن كثير ها مين يزود السعد بس يعني انا بقول مين ايوه حبيبي ما شاء الله ما شاء الله ده حاجه عظيمه جدا بس خليكم جنبي كده اما نشوف الوقت ايه السعد وابن كثير يلا وحزب في اليوم حزب في اليوم يلا يا اخواني اخر مصحف بقى من اللي هو الاجزاء ده عشان نخلص ايه ابص هنا اهو طب معلش يا جماعه ابص هنا ايه حزب يوميا طب حضرتك خدت قبل كده احنا عايزين حزب يوميا حزب يوميا ها طيب في بقى برضه مصحف قيم جدا ها ما شاء الله حاجه طباعه فاخره نقعد بقى نتكلم في ها يلا بسرعه كده بقى يا اخواني يلا حزب يوميا مين انت اهو انت اهو ماشي يلا تعالى بنضاره يلا الدول حزب يوميا انت مش خدت دلوقتي ما خدتش حاجه طب خد يلا يلا يا اخواني مصاحف في غايه الروعه والله ما شاء الله مصحف ده جميل قوي ها يلا حزب يوميا يلا خد ها حزب يوميا راجل جاي الدرس بالترنج يعني لازم نحييه خد اديله يلا رجاله حزب يوميا حزب يوميا خد جزء يوميا طب خد طيب حرك حزب يوميا اتفضل حبايبنا انتوا يا عم انت حبيبي يا عم انت عايزين الرجاله هتعمل ايه حزب لا ربعين في اليوم ربعين يعني 5 صفحات خلاص بس نثبت خد يلا ايه اقعد يا حبيب قلبي بقى اقعد اتفضل ربنا يحفظكم انا طيب يا اخواني ها يلا بسرعه ها حزب عشان نخلص اتفضل يلا حزب خد يلا الله اصحف الصغير ده بتاع الجيب بقى الجيب بتاع القميص كده اللي جنب القلب على طول حزب انت يا ابني مش خدت دلوقتي انتوا شبه بعض كلكم ولا ايه خد خد مين ياخد الكيس ده يلا خواتم تسبيح بسرعه بقى خاتم تسبيح تبقى ايه ذكر
جلسة الضحى الاسبوع ده، جلسة الضحى كل يوم الاسبوع ده، كلام رجالة. جلسة الضحى خد، يلا جلسة الضحى الاسبوع ده، جلسة الضحى خد، يلا تعال تعال خده جلسة الضحى الاسبوع ده. لا انا حاسس انك بترفع وتنزل كده، كلام نهائي اجابة نهائية خد، يلا جلسة الضحى. راجل لابس جلسة الضحى خد. طب الركن ده هو مظلوم معانا يا جماعة، جلسة الضحى مش واثق فيك مش عارف ليه. ها جلسة الضحى خد، يلا ايه طب انت عايز ايه؟ طب استنى تعال تعال خد، هو اللي جايبه انا ما خدتش بالي والله. طب حسن المسلم ويقول اذكار الصباح والمساء الاسبوع ده كل يوم، اذكار الصباح بعد الفجر واذكار المساء بعد العصر، ها خد يلا اذكار الصباح حلو قوي. بصوا بقى اللي عايز يلتزم يا جماعه وعايز يثبت والشياطين مبهدله له حياته، حسن المسلم اذكار الصباح والمساء، اذكار الصباح والمساء خد، ها اذكار الصباح والمساء خد، يلا بسرعه. والراجل الدرينك الازرق ده خد، والراجل اللي اذكار الصباح والمساء، يلا انتوا الاثنين، انت واللي وراك احمد اسامه واللي قدام، اذكار الصباح والمساء، اذكار الصباح والمساء، انتوا الاثنين يلا خد. انتوا الاطفال بقى، ها واحد منكم ياخد ده ويقرا اذكار الصباح والمساء، مين؟ طب الراجل دهوت ايه نرضيه بيها، وانت بقى تعالى بص راسك ايه. ما شاء الله انت راجل طيب والله. يلا يا اخواني ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب ويسددكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.